سيد حسين، إلى أين وصلتم بجهودكم في ترميم المسجد حتى الآن؟ المسجد يعني قارب الإشراف عن انتهاء في السقف، يعني ممكن 70% من بناء المسجد قارب عن انتهاء بإذن الله، يعني الآن آخر مرحلة في السقف اللي هي نظام فيه 3 قباب، وزي ما شفت يعني في التقرير الآن في القبة الأخيرة واصل يعني. طيب السيد حسام، يعني هل فكرتكم فقط ستتوقف عند ترميم هذا المسجد، أم أن لديكم خطوات أخرى أو مشاريع مستقبلية تسعون لتنفيذها في المدينة؟ والله الحقيقة يعني نتمنى أن كل أثار يعني من مدينة بنوليد أو أثار حتى ليبيا بالكامل أنها يعني ترمم وتصين، لكن اللجنه الاهليه اللي قامت بشرف على ترميم هذا المسجد يعني كله بمسجدات ذاتيه غير بشرف بس جهاز المبنى التاريخي، قام بتصوير واعطاء القياسات والبناء والمساحه يعني، لكن كل الميزانيه كانت من عن طريق لجنه يعني بشرف اهلي صرف لهذا المسجد. يعني وبجانب المسجد قريه كبيره يعني تفضل اكبر تستحق لترميم يعني. يعني هذا ما أقصده سيد حسين، يعني هل لديكم مثلا قائمة ببعض المناطق أو البنى الأخرى التي تنوون ترميمها، أم فقط الترميم مقتصر على هذا المسجد؟ لا حاليا على هذا المسجد، لكن لا في المستقبل إن شاء الله يعني في أكثر من موقع وأكثر من مكان اللي وفرت لنا يعني الظروف المادية يعني يعني معروف اللي بيقول أنه الميزانيات الماليه هي اللي متوقفه الان لبناء المسجد، وعدنا جهاز التاريخي بصرف ميزانيه لصيانه بعض القصور وبعض المساكن القديمه، يعني يرجع تاريخ اكثر من 300 و400 سنه و200 سنه. والحقيقه ان الميزانيه ما هيش هذيك الراي الضخمه اللي تبيه، يعني هي كل من موجودات المدينه، الاحجار وغصان الزيتون موجود عن النخيل، يعني ما هيش موجود اكل يعني حتى الان الدعم فقط محلي من الاهالي فقط، يعني حتى الان الدعم الذي يصلكم هو فقط من الاهالي، دعم ذاتي فقط، يعني ليست هناك اي جهه قامت بتمويلكم؟ لا اي شيء من الدوله لم ناخذ ولا دينار، يعني كلها من الاهالي كل. طيب سيد حسام، هل لديك أي يعني رسالة تريد أن توجهها إلى جهاز تطوير وحماية الآثار عن دوره في تبني وحماية مثل هذه الأبنية أو الآثار ودعم مثل هذه المشاريع مثل مشروعكم؟ أكيد يعني أي جهة، يعني إحنا لا نخص جهات الدولة نرجو منها دعم هذه المشاريع الصغرى، يعني تعتبر زي ما قلت قبل يعني ما هيش يعني ميزانيه، بالعكس يعني في مشروع النحي وهذا المسجد بيكون خلوه مكتبه. نعم. وعطانا جهاز المبنى بعض الكتب ووعدنا به اعطاء كتب، يعني مكتب فيها جميع العلوم، وهذا المكتب ممكن يسبب دخل ولو حتى بسيط، الدخل هذا يمكن يساهم في زياده ترميمه وزياده تطوير المسجد او ما حول المسجد. وللاسف ان راه كثير من الاثار هدم يعني بسبب يعني اعمال بشريه او طبيعيه من الاعمال الكبير. نعم، اشكرك شكرا جزيلا يعني. سيد حسام حسين المختص في مجال الاثار كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.